لم تكن هي الأولى وليست الأخيرة. فاجعة نفذت على إخوتها من فواجع الموت بالعراقيين بسبب تنظيم داعش وسياسته تجاه المواطنين العزل الذين ليس لهم علاقة بما يرونه معارضا لأفكارهم، فما بالك بالذين وقفوا ضده وحملوا السلاح دفاعا عن أرضهم ومعتقداتهم ضمن إطار البلد الواحد. الشيخ نعمان البزيع والذي تسنم منصب نائب رئيس المجلس المحلي لناحية الإسحاق جنوبي صلاح الدين استطاع مقارعة تنظيم القاعدة إبان تواجده في المناطق المختلفة من أقضية ونواحي صلاح الدين، والتي استطاع من خلالها من إنهاء وجودهم بإمكانيات أبناء العشائر الذين رفضوا الاتهامات التي نسبت إليهم بأنهم حواض للجماعات الإرهابية. في 2007-2006 في ذاك الوقت كان قائد عمليات سامراء اللواء رشيد فليح، فشكلت قوة الصحوة في منطقة الإسحاقي ضد تنظيم القاعدة، وطلعنا بعد تصفية الإسحاقي طلعنا في واجبات إلى طريق الإرواء خارج منطقة الإسحاقي، أنا شخصيا ومعي رجالي وفي سلاحنا الخاص وبتزويدنا من الكان قائد عملية سامرة البطل في ذاك الوقت، زودنا في السلاح وقفنا يد بيد في الدولة. واصل الشيخ نعمان مرابطته مع أفراد أسرته وأبناء عمومته ومن تطوع ضمن صفوف الصحوة آنذاك لحماية المنطقة من أي خروقات قد تحدث بين الحين والآخر، مسببة وقوع ضحايا شهداء في صفوف المدنيين على خلفية إحدى التفجيرات سواء كانت بعبوة ناسفة أو بسيارة مفخخة. في 2007 من شكلت قواتي في الصحوة قلت لك انطيت من الشهداء من أعز أصدقائي ومن خيرة عشيرتي والعشائر الأخرى، انطيت شهداء في معارك على الإروائي وهي خارج منطقتي كلفوني بواجبات أني ورجالي، وهجموا على بيتي في ذاك الوقت عدة مرات معارك. كان النعمان من أحد القادة الذين شاركوا بعملية تحرير ناحية الإسحاق بعد 5 أيام من سيطرة تنظيم داعش عليها، وتمكن مع إخوته من مسك أحد المحاور التي اتخذتها القوات الأمنية ضمن الخطة العسكرية لتطهير الناحية، كما استطاع تشكيل أحد الأفواج التابع للقوات الأمنية الشرطة الاتحادية وهو الفوج الخامس والذي أنيطت إليه مهمة حماية المنطقة آنذاك. طب داعش في 2014-11 تقريبا 11-6-2014 أخذ كل المحافظات الغربية، بقت في سامراء ونخاني قلت لك الفريق صباح الفتلاوي قاعد عمليات سامراء. في ذاك الوقت كان فوج شرطة اتحادي في الإسحاقي، وكان جيش فوج جيش تابع إلى لواء 17 ومديرية الشرطة القوات الأمنية اللي كانت موجودة في الإسحاق. في فك الخناق والطريق اللي يربط بين الإمامين سامراء وفي بغداد، لأن مضايقين كذا ونخوني أخويا جهودك أنت في الإسحاقي، أهم شيء الإسحاقي منطقة تربط على الشارع العام تربط بين سامراء وبغداد. ساعد الشيخ النعمان وأبناء العشائر في ذلك الوقت من المساهمة في تحرير مناطق أخرى من محافظة صلاح الدين تمثلت بمنطقة الجزيرة ومنطقة الفرحاتية وغيرها من المناطق، إلى جانب قادة الصحوات وأبناء العشائر الذين حملوا السلاح ضد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. فجر يوم 14 من شهر تشرين الأول كان عناصر التنظيم يعاودون المحاولة والتي لم ينفكوا عنها طيلة سيطرتهم على كافة المناطق في محافظة صلاح الدين من استهداف الشيخ وعائلته بهدف كسر تلك القوة التي كانت جدارا مانعا لهم للاستيلاء على الأراضي في منطقة الإسحاق.
نحن حاليا الآن في موكب عزاء أبناء الشيخ المجاهد الشيخ نعمان البزيع، الرجل المجاهد الذي قاتل قاوم داعش الإرهابي منذ دخوله وغزوه إلى العراق، حيث وقف هو وأبناء عمومته ضد هذا التنظيم الإرهابي الإجرامي الذي يعتبر التنظيم الإرهابي الأول في العراق، وأعطى الكثير من التضحيات من أبناء عمومته وأبناء العشائر الأخرى التي وقفت معه الوقفة البطولية. فوجئنا قبل 10 أيام بانسحاب المفرزة القريبة من دار الشيخ نعمان البزيع، ولا نعرف أسباب هذا الانسحاب. المفرزة التابعة إلى فوج طوارئ الإسحاقي شرطة صلاح الدين، طبعا هذا المفرزة التابعة إلى الفوج الذي أسس أصلا على يد هذا الشيخ المجاهد. بعد انسحاب هذه المفرزة فوجئنا بهذا المصاب الجلل، حيث استشهد أبناء الشيخ نعمان البزيع وزوجته.